يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء، قوله عليه الصلاة والسلام: إن القلب يصدأ كما يصدأ المربد. سؤاله: هل النكتة والصدأ هي معنوية أم حسية؟ كلها أمراض، الصدأ مرض والنكتة مرض، أمراض متنوعة للقلب، عليه أنه يعتني بقلبه بالتوبة والطاعة وتلاوة القرآن، حتى والتوبة هي علاج النكتة السوداء تزيلها، وإذا لم يتب زادت النكتة زادت حتى تغطي على قلبه. نعم.